من برلين مع مراسل القاهرة الإخبارية عربي مرزوق عربي. بعد التردد اللي طبع السياسة الألمانية تجاه المساعدات العسكرية لكييف، تستمر برلين إذن في تقديم المساعدات هذه المرة بخمسين زورق مسير. كيف يرى المراقبون هذا التعاطي الألماني من متردد إلى الأكثر دعما في أوروبا الآن لكييف؟ بل هناك انواع معينه من الاسلحه المانيا تمد بها اوكرانيا بشكل مستمر، وتعهد المستشار الالماني اولاف شولز في جلسات الامم المتحده الاخيره للرئيس فلاديمير زيلينسكي الرئيس الاوكراني باستمرار دعم المانيا العسكري لاوكرانيا. حجم الدعم الالماني العسكري لاوكرانيا حتى الان وصل الى اكثر من 30 مليار يورو، بالاضافه الى الحزمه الاخيره التي اعلنت عنها بقيمه 400 مليار يورو. هذه الاسلحه العاديه التي تحتاجها اوكرانيا والتي تطالب بها اوكرانيا بشكل مستمر من الحكومه الالمانيه. هناك نوعيات اخرى من الاسلحه بالطبع التي تتردد الحكومه الالمانيه في تسليمها لاوكرانيا، خوفا من ان تقوم الحكومه الاوكرانيه او الجيش الاوكراني بمهاجمه الاراضي الروسيه، مما يؤدي الى تصعيد الصراع داخل اوروبا بشكل كامل. ولكن هذه النوعيه تحديدا من الاسلحه التي توردها المانيا في هذه الاثناء هي الاسلحه الدفاعيه التي تستخدمها اوكرانيا في محاوله لتحرير الاراضي الاوكرانيه التي غصتها الجيش الروسي حتى الان في شرق اوكرانيا. طيب، لكن يعني الارقام او ب 400 مليون يورو، هذا سيوصل تكلفه المساعدات الالمانيه الى كييف لحوالي 5 مليارات يورو. كيف يتعاطى السياسيون المنتقدون بين قوسين لهذه التكلفه الالمانيه عربي؟ الحقيقه في ضغط، هناك ضغطا كبيرا جدا على الاقتصاد الالماني في هذه الاثناء تحديدا، واخرها ازمه المهاجرين التي تحدثنا عنها على شاشه القوائم الاخباريه. ولكن داخل البرلمان الالماني البوندستاج الامر منقسم، هناك من ما زال يدافع عن ضروره تسليح اوكرانيا حتى تستطيع اوكرانيا الدفاع عن اراضيها وتحرير اراضيها، لان اوكرانيا هي الجبهه الشرقيه لاوروبا حتى لا يمتد الصراع الى هنا لالمانيا على سبيل المثال. ولكن هناك يعني فصيلا اخر داخل البرلمان الالماني البوندستاج على راسهم بالطبع الاحزاب اليمينيه وحزب اليسار، هو الذي يقف وجه هذه المساعدات ويرفض هذه المساعدات. قطاع عريض ايضا من المواطنين الالمان الذين يسكنون شرق المانيا تحديدا وجزء كبير جدا من المانيا ما زال يرفض ما تقوم به الحكومه الالمانيه من تسليم كل هذه المساعدات الى اوكرانيا. هناك احتياجات كبيره جدا وضغط اقتصادي كبير جدا على المواطنين الالمان، ولكن الحكومه الالمانيه متعهده كما قال حلف الناتو ايضا متعهدين بضروره تسليم الاسلحه الى اوكرانيا حتى تستطيع الدفاع على اراضيها وما تستمر في اوكرانيا تحديدا. اما راي الخبراء تحديدا هنا في المانيا، يعني التحليلات الموجوده في مساله التسليح تحديدا على المانيا بالفعل الاستمرار يعني تسليح اوكرانيا حتى تستطيع صد الهجوم الروسي على الاراضي الاوروبيه من وجهه نظر المحللين هنا. ولكن هناك ضغطا الان على المستشار الالماني اولاف شولز بضروره تسليم اوكرانيا صواريخ طوارس طويلة المدى التي تصل مداها إلى 500 كيلومتر حتى تستطيع أوكرانيا يعني ضرب بها بعض التخصينات الخاصة بروسيا والتي تطالب بها أوكرانيا الآن من الحكومة الألمانية. ولكن المساعد الألماني أولاف شولز ما زال مصرا على عدم تسليم هذه النوعية طويلة المدى من الصواريخ كروز للجانب الأوكراني. شكرا جزيلا لك من برلين مراسل القاهرة الإخبارية عربي مرزوق.